بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب الإعلامي عبد الرحمن المصري في مصنع عبد الحبيشي للرخام البنا والبلاط، وندي له معلومات حول الرخام وأنواعه وأشكاله وأسعاره. هذه حجر من الجوف من حجار الريا، درج بلاط مجلي، يعني لون سماوي مخطط. وهذا الحجر هذه من غويربة، رخام اسود يعني كحلي، هذه بعد الجلاية وهذه قبل الجلاية. وهذا ولا قوايم درج نفس يجين تبع هذا، هذا النايم وهذا القائم وهذه درج. هذه يبدو انها نوعيه نادره يعني. هذه نوعيه ممتازه يعني لكل الظروف، يعني انت في مكان رطوبه ملوحه حماء ما كان، هذه لا تشرب الماء ولا تتغير، تجلس مثل ما هي، مثل الرخام الايطالي. ايوه، هو منتج يمني وجوده عاليه واسعار مناسبه. هذه من حجر الريا. كم يكون سعر هذه؟ يعني المتر الطولي قايم ونايم يعني من 20,000 الى 25,000. اسعار جيده ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه نفسها، هذه هي 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 عده الوان، في لون يعني مخطط زياده، في لون مخطط شوي، في لون اخضر، في لون، وكل واحد حسب ذوقه وحسب اختياره هذه من حجر الريا الجوف، رخام يمني درجة أولى، يتحدى الرخام الإيطالي. وهذه النوعية بيضاء من البلق، تسبر بناء بلاط ودرج، نوعية ممتازة. هذا من جبال البلد، يعني من زي الاحمده هذيك، احمده عرش بلقيس. ايوه ايوه. وهذه النوعيه هذه برضو من حق الرياء، نوعيه بيضاء مع ال مع اللمعه مع ال تصبر بنا وبلاط ودرج. طبعا النوعيات لو تشوفوها اجمل مما يتوحى. اكيد. هذا ولا عمدان من حق الدرج والبوابات، بوابات محلات، بوابات بيوت، بوابات فلل. وهذا برضه حجر ريان، سماكة 4 سنتي، بناء تلبيس عماير محلات واجهات. بنفس الوقت هذا قوة ومنظر ومكانة واسعار مناسبة وجيدة. كم المتر هذا؟ هذا المتر المربع، يعني هو كل نوعية ولها سعر، يعني على جودة البضاعة. هذا من 50 ريال سعودية المتر المربع، وفي أكثر وفي أقل. هذه أفضل نوعية، هذه أفضل نوعية داخل الريا. هذه حجر رخام يمني ابيض مع اللمعه مع بس هي تجي نادره، هذه ليست يعني متوفره كميات كبيره. هذه اضخم وافضل حجر. هذا بلاط، بلاط مجلي، رخام يمني درجه اولى، يعني مقاس 3 سنتي، الطول حسب الطلب، حسب طلب الزبون ندي له. وهذا ولا عمدان، هذا ولا عمدان يبرموهن ويسووهن درب زينات. وهذه برضو هذه حجر مكانة ريا، يعني نوع يجي مخطط وسعرها انسب من هذيك الاولى. والله اغلبه يعني انتاج اليوم. اكيد. شوف حق ما ربحي انا.
هذه برضه من انتاج الريان. ايوه من حق الريان. ما مارب والجوف. وهذا بلاط حسب الطلب، مقاس 3 سنتي، مقاس 2 سنتي. هذولا مطابخ ومغاسل، طاولات حجر رخام يمني درجة أولى. هذه ايش فيها؟ هذه درج وقوايم وبلاط، هذه سماكة 2 سنتي برضو نفس الحجر حسب الطلب يعني. حسب الطلب ايه. وهذه مكانته طاولات مطابخ مغاسل، وهذه رخام يمني اسود ايوه كحلي من حجر غويربة مارب. وهذه الفلج البلق. هذه ايوه من الذي بنى منها عرش بلقيس. هذا رخام يمني من حجر الثنية مارب من مقاطع بن شودق. لا في عدة ألوان بس هذا الذي متوفر معنا، ولا في ألوان أبيض، ألوان أصفر، ألوان أحمر، ألوان على حسب الطلب ممكن. وهذه من حجار العلم تسبر بناء تلبيس، ويقصوا منها يقطعوا منها حج الكراسي. هذا البلق هذا الصغير العلم مارب ايوه. هذا حجر ولا هذا لا يعني حجر عادي بلاط. بلاط رخام يمني ايوه من الريان. وهذا هذا غويربة، هذا بناء بناء تلبيس ايوه. هذا الكحلي بس هذا بعد الجلايه، وهذا بده هذا بدون جلايه، وهذاك مع الجلايه. هذه مكانته من حق الريان، حجر مخطط يعني سعره مناسب للذي دخلهم محدود. اسعار هذه من 30 الى 40 ريال سعودي سعر المتر المربع اصحاب الدخل المحدود. وهذه برضو من حق الريان اكيد اكيد، يعني احنا شغالين هناك. وهذه العمدان هذه حجر من حق البلق تسبر للبوابات والطياق وهذه من حق المناشير الصغار الشرفه تلبيس وكراسي. هذه من حق البلق حجر ايوه حجر عادي. هذا رخام ايوه رخام يمني من حق الثنية ابيض ابيض ثنية في مارب. ثنية في مارب ايوه اليمن ايوه ايوه. وهذه من حق الريان مقصوصة بالمنشار الصغير منشار شرفة. هذه ايوه بنا ولا بنا كراسي ولا تلبيس تصبر من هذا ولا هذه من حق الفلج. هذه تلبيس ما ايوه حق منشار صغير سعر المتر. هذه حق البلق 15000 يمني. وهذه والكل هذه سعر المتر حول 15 سعر المتر المربع نفس هذه أيه. هذه بلاط سماكة 3 سنتي الطول يعني مفتوح على حسب طلب الزبون. نوعيتها من حج الريان الجوف. هذه الكتل الذي نديها من المقاطع والجبال جبال الريان في الجوف ومارب. أول ما نستخرجها من الجبل ونوردها لهنا للمنشار ونرجعنا نقصها في المنشار. طبعا العنوان حقكم والتواصل معكم على اي ارقام؟ العنوان الجمهوريه اليمنيه مارب الميل خلف محطه الشركه رقم 5
بعد مصنع ابو ناب من البلوك حكومتي. رقم التواصل 77 08 55 8 8 8. مصنع عبد الحبيشي للرخام البناء والبلاء. مصنع عبد الحبيشي للرخام، وهذه محطة الشركة رقم 5.